الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، لكم تحياتي، أهلا وسهلا بكم. معكم مستر نور وقناة نورانيوم، طلبة الصف الأول الإعدادي السكند تيرم. إن شاء الله هندرس مع بعض منهج الساينس في الترم الثاني زي ما درسناه الترم الأول، وإن شاء الله نقدر نساعدكم ونخليكم تستغنوا كمان عن البرايفت بإذن الله. منهج الترم ده عندنا 3 يونتس، كل يونت مختلفة عن التانية في المحتوى أو في الكريكلم أو مختلفة كمان في البرانش بتاع الساينس. اليونت الأولى بتتكلم على حاجة لها علاقة بمادة الكيمستري وحتى اسمها كيميكال رياكشنز. هندرس فيه أول حاجة الكيميكال كومباينيشن، بعد كده الكيميكال كومباوندز، وبعد كده الكيميكال إيكويجنز أند كيميكال رياكشنز. اليونت الثانية دي ليها علاقة بالفيزيكس وبتتكلم على الفورس اند موشن، يعني القوة والحركة، وهندرس فيها الفاندمنتال فورسز ان نيتشر، يعني القوة الأساسية الموجودة في الطبيعة، وهندرس الكومبايند فورسز تو موشن، يعني القوة المصاحبة للحركة، وهندرس الموشن وانواع الموشن. اما بقى 3 ديت ليها علاقة بمادة الجيولوجي، الايرث والينيفيرس، هندرس فيها the celestial bodies والearth والrocks and minerals. celestial bodies اللي هي الأجرام السماوية، والearth كوكب الأرض، والrocks and minerals اللي هي الصخور والمعادن. واعتقد درستوا الكلام ده in full details في الدراسات الاجتماعية الترم اللي فات، هتدرسوا نفس الكلام بس بالإنجليش. هنبدأ ندرس مع بعض الليسن الأول اللي بيتكلم على الكيميكال كومباينيشن. الأول لمستر يعني إيه chemical reaction؟ عايزين نعرف مع بعض حاجات كتيرة جدا. الاول بيقول لي what are types of elements؟ درسنا الترم الاولاني ان الالمنتس كان ليها اكتر من طيب، خلاص النهاردة بقى درسناهم من حيث الاكتيفيتي بتاعتهم. طيب بص بقى معي يا سيدي، هنا نبدأ كده بداية لازم نعرف انواع او العدد بتاع الالمنتس اللي موجودة عندي لحد دلوقتي. قال لي number of well known elements up till now 118 elements، عندي 118 element موجودين في النيتشر. طيب هتلاقي منهم 92 element موجودين في النيتشر، يعني موجودين طبيعيا في صخور القشرة الأرضية أو في الإيرثس كراست. طيب الباقي بقى ده artificially prepared. artificially prepared يعني ده بيتحضر في النيوكليار رياكتورز، بنحضره في المفاعلات النووية. These elements can be classified according to، ركز بقى كده، according to their properties and electronic structure. حدرسنا الترم الأولاني الأيونيكس الـ structure أو الإلكترونيك structure بتاع الأتومز، اللي هي إزاي نوزع الإلكترونز في الانرجي levels. يعني كنا نقول إن الـ K بياخد دايما 2 والـ L بياخد 8 وهكذا، ده كده اسمه electronic configuration. في عندي اول نوع اسمه metals، النوع الثاني اسمه non metals، النوع الثالث اسمه noble gases او inert gases. طيب مين بقى الساينتست الامور الكيوت اللي عمل الكلام ده؟ ده ساينت اسمه بريزيليوس. عمنا بريزيليوس ده لما حب يقسم الالمنتس راح جاي مقسم الالمنتس، قال لهم يا metals تعالوا على جنب، ويا non metals تعالوا كده على جنب. فاول element اول ساينتست سوري قسم الالمنتس لميتلز ونون ميتلز كان اسمه بريزيليوس. كان اسمه يا شباب بريزيليوس. بريزيليوس ده اول واحد صنف الالمنتس انتو ميتلز اند نون ميتلز. هندرس بقى بالتفصيل ايه هي الميتلز وايه هي النون ميتلز. طيب تعال بقى نشوف كده مين الميتلز. اظن اخدتوا درس الميتلز ده في خمسة ابتدائي تقريبا او رابع ابتدائي. الميتلز they are elements which contain 1, 2, or 3 electrons in the outermost energy level. تاني يبقى عشان احكم على الالمنت ان هو يكون ميتل لازم يكون الاوترموست انرجي ليفل اخر 1 بس ما عدا الهيدروجين، او اخر 2 بس ما عدا الهيليوم، او 3. تاني الالمنت لو كان اخر 1 او 2 او 3 ميتل، بس لو كان اخر 1 هو الهيدروجين، لا الهيدروجين ده نون ميتل تمام، والهيليوم ده نوبل جاز واحنا درسناه من الترم الاولاني. تاني الميتلز هي elements الـ outermost energy level contains 1 or 2 or 3 electrons in the outermost energy level. طب تعالى ندرس مع بعض ايه هي الـ properties of metals.
ال properties of metals أول حاجة they are elements which contain less than 4. ليه؟ لأن عندها واحد أو اتنين أو تلاتة. يعني لما أعمل electronic configuration، يعني for example لو أنا جيت أتكلم مثلا على element زي الصوديوم Na11، ال Na11 لما نيجي نعمل له configuration كان ال K بيشيل 2 وكان ال L بيشيل 8، 2 plus 8 كام؟ 10. باقي كام من ال 11؟ باقي 1. هنا K وده L و M. بعد كده هندرس مثلا عندي element زي المغنيسيوم Mg12، ها ال K هيشيل كام؟ ال K هيشيل 2 وال L هيشيل 8 وال M هيشيل 2. طيب الألمنيوم Al13، ال Al13 ده لما اعمل له configuration يبقى ال K هيشيل 2 وال L هيشيل 8 وال M هيشيل 3. يبقى هنا عندي الالمنتس دي اندس وذ مره الكترون ومره اتنين ومره تلاتة، فبسميهم ايه؟ دول بسميهم ميتلز. يبقى ده كده ميتال. ليه؟ لان الاوتر موست ليفل كونتينز 1 الكترون. طب المغنيسيوم ليه ميتال؟ لان الاوتر موست انرجي ليفل كونتينز 2 الكترونز او ساتوريتس وذ 2 الكترونز. طب ليه الالمنيوم ميتال؟ بيكوز اتس اوتر موست انرجي ليفل اندس وذ 3 الكترونز. دي اول جزئيه. طيب خلاص دي تمام. تمام they are solids except mercury. mercury ماله بقى ده؟ which is liquid. يبقى احنا عندنا كل الميتلز they are solid except mean mercury which is liquid. يبقى هنا ما يقول لي the only liquid metal is mercury. والميركري ده ولاد اللي بنستخدمه في الثرمومتر. they have metallic luster. عندي الجولد وعندي السيلفر بيلمع كده وشكله حلو. هنا they have metallic luster. they have ايه؟ metallic luster يعني shiny. shiny يعني ايه؟ يعني بيلمعوا. they are shiny. طيب بعد كده بنيجي نتكلم على الconductivity. they are good conductors of heat and electricity. خدنا الترم الاولاني ان احنا بنعمل الكوكينج بانز من الالمنيوم لان هو good conductor of heat، وقلنا ان الكيبلز او الالكتريك كيبلز made of aluminum أو made of copper. ليه؟ لأن هما good conductors of electricity. هنا بقى they are malleable and ductile يعني سهلة التشكيل. سهلة التشكيل يعني إيه؟ يعني ينفع إن أنا أشكلها وأعمل منها أشكال. هنا عندي الحديد ممكن أعمل منه أشكال وأعمل منه زوايا وأعمل منه حاجات كتير جدا لأن هو malleable and ductile. دي كده البروبرتيز بتاعة الميتلز. طيب تعالى كده نشوف البيهيفير بتاعها في الكيميكال رياكشن. بص يا سيدي، لازم نعرف ان اي اتوم في الدنيا هدفها الاساسي من الرياكشن ان هي تكمل الاوتر موست ليفل ب 8 الكترون، يكون عندها 8 الكترونز في الاوتر ليفل. تاني لو سالنا يا اتوم انت ليه بتخش رياكشن؟ قالت عشان يكون الاوتر موست انرجي ليفل عنده كام؟ عنده 8 الكترونز. يبقى هنا during the chemical reaction atoms of metals tend to give electrons. tend to give electrons يعني tend to lose. طيب تعالى بقى نسأل كده ليه بيلوز؟ قلنا to complete their outermost energy levels with electrons. كام الكترون بالظبط؟ 8. ليه؟ عشان يكون شبه مين؟ شبه النوبل جاز، لان النوبل جاز ما بيخشش reaction. تاني المتلز بيتند ان هي تلوز الاوترموست الكترونز. اشمعنى؟ to complete their outermost level with electrons يعني يكون عندها 8 electrons. بص معي هنرجع للصوديوم تاني. الصوديوم ده هو لما نيجي نرسمه الصوديوم Na11-23. حلو، نرسم النيوكليوس بتاعته كده جواها positive 11 ده البروتونز، والنيوترونز الماس نمبر minus الاتوميك نمبر يعني هنا positive negative 12. 12 جت منين؟ 23-11. نبدأ نوزع بقى ال K بياخد 2 وال L بياخد 8 وعندنا ال M بياخد كام؟ 1. قلنا ده أي أتوم نفسها يكون الأوتر موست ليفل عنده 8، فبتعمل إيه؟ فبتضحي بالإلكترون اللي موجود في الأوتر ليفل لأن من الصعب حد يسلفها 7 وبالتالي بتلوز. فهنا بتلوز كام إلكترون؟ دايما بتلوز الأوتر موست إلكترونز، هنا بتلوز 1 إلكترون. الأول كده أنا عندي بوزيتيف 11 اللي هم عدد البروتونز، وعندي هنا نيجاتيف 11 اللي هي مين؟ الالكترونز. بهنا الاتوم از نيوترال. ليه نيوترال يا اتوم؟ عشان عدد البوزيتيف بروتونز ايكوال عدد النيجاتيف الكترونز.
طب ده لما يلوز هيكون شكله عامل ازاي؟ هيكون هنا فيها بوزيتيف 11، البروتونز ما تتغيرش، والنيوترونز هي كمان ما بتتغيرش، فيها 12. الليفل الاول كي في 2، والليفل الثاني ال فيه 8، اما الام ده مع السلامه مشي. طيب هنا عندي كام بروتون؟ عندي هنا بوزيتيف 11، وعندي كام الكترون هنا؟ في عندي هنا الالكترونز نيجاتيف 10. بص بقى كده يا معلم، عندي كده البروتونز بقت اكتر من الالكترونز، يبقى التالي هنا البوزيتيف بروتونز اكبر من النيجاتيف الكترونز، وبالتالي بتتحول لحاجه اسمها بوزيتيف ايون. تاني ده كده اسمه ايه؟ بوزيتيف ايون. طيب جيف ريزن بقى، لما اجي اقول لك ليه المتلز when they tend to lose او when they lose their outermost electrons they change into positive ions، هقول ان عدد البوزيتيف بروتونز اكبر من عدد النيجاتيف الكترونز. تاني because the number of positive protons more than the number of negative electrons. مهم جدا جدا الجبريزن ده علشان نقدر نشتغل بعد كده. طيب هنا لما اجي اقارن ما بين الاتوم ما بين الايون، الايون قد يكون بوزيتيف او نيجاتيف خلي بالك، لكن الاتوم دايما بيكون نيوترال. يعني هنا في عندي بوزيتيف 11 وعندي بره في نيجاتيف 11، النمبر اوف نيوت اوف الكترونز هنا نيجاتيف 11 والبروتونز هنا بوزيتيف برضو كام؟ 11. لكن ده زي ما شرحنا عندي بوزيتيف 11 ما بتتغيرش، وعندي هنا نيجاتيف 10، وبالتالي التشارج الزياده هتكون بوزيتيف. يبقى هنا دي اتوم بيكمز ا بوزيتيف ايون. جيف ريزن قلنا ليه؟ بيكوز ذا نمبر اوف بوزيتيف بروتونز بيكمز مور ذان ذا نمبر اوف نيجاتيف الكترونز. لو انت بكل بساطه قلت عشان the number of positive protons bigger than the number of negative electrons كده انت حليت السؤال. خلاص؟ طيب البوزيتيف ايون لما اجي اعرف البوزيتيف ايون، البوزيتيف ايون ده لما نيجي نشوف هنا هو عباره عن ايه؟ البوزيتيف ايون ده هو عباره عن ميتاليك اتوم بس خسرت يا عيني ان الكترون اور مور ديورينج ذا كيميكال رياكشن. وخلي بالك هنا عملت لوز لإلكترون شايله بوزيتيف 1، طب لو عملت لوز ل 2 هتشيل بوزيتيف 2، لو عملت لوز ل 3 هتشيل بوزيتيف 3، يبقى عدد التشارجز او البوزيتيف تشارجز ايكوال تو ذا نمبر اوف لوست الكترونز. طيب بص معايا الديفينيشن مهم جدا جدا جدا، لما يجي يقول لي واتس مينت باي بوزيتيف ايون هقول له ات از ان اتوم اوف ميتاليك اليمنت ذات لوست ان الكترون اور مور. It is an atom of a metallic element that a that loses an electron or more during the chemical reaction. طيب ده كده تعريف البوزيتيف ايه؟ ايون. قوله لي تاني كده. It is an atom of a metallic element that loses an electron or more during the chemical reaction. تاني it is an atom of a metallic element that loses an electron or more during the chemical reaction. ده تعريف البوزيتيف ايون. طيب هل ممكن يجيب لنا حاجه تانية؟ المغنيسيوم. المغنيسيوم هنا كان ب 12، لما نيجي نوزع ال 12 في هنا جوه عندي بوزيتيف 12 ماشي، وعندي هنا في هنا بوزيتيف 12 ده عدد البروتونز، في بره عندك بقى هنا كام؟ في عندي هنا لما نيجي نوزع في نيجاتيف 12، في هنا 2 8 1 2 8 2 سوري، ده عدد مين؟ ده عدد الالكترونز اللي بره 2 8 1 2 8 2. طيب هنا نفسه يكون عنده 8، وبالتالي بيخسر او بيضحي بال 2 الكترونز اللي بره، فهنا بيعمل لوز ل 2 الكترونز. حلو، اصبح هنا الليفل ده مع السلامه مشي، اصبح عندي الكي فيها 2 وده في 8، وبالتالي خسر 2 يبقى بتشيل بوزيتيف 2، فبتبقى كده ام جي بوزيتيف 2. تمام. طيب ليه بقى بوزيتيف 2؟ بيكوز ات لوست 2 الكترونز. تعالى بقى بص المغنيزيوم كاتوم فيها 12 الكترونز وهما 2 و8 و2، فيها كام؟ فيها 12 الكترونز، هنا عندي 12 الكترونز، وفيها هنا المغنيزيوم 24 12، عايز اجيب عدد النيوترونز الماس نمبر اللي فوق ماينس الاتوميك نمبر اللي تحت يعني 12، هنا عندي 12 نيوترونز، هنا عندي 12 نيوترونز. عدد البروتونز اللي جوه هو الاتوميك نمبر، في عندي 12 بروتونز، يبقى هنا البروتونز البوزيتيف بتساوي عدد النيجاتيف الكترونز، وبالتالي الاتوم نيوترال. بعد ما خسرت 2 اصبح عندها بدل ما 12 الكترون بقوا 10، يبقى هنا عندي نيجاتيف 10 لكن البروتون زي ما هي، عندي بوزيتيف 12
فهنا عندي 12 بالبوزيتيف وعندي 10 بالنيجاتيف، فيطلع الفرق بكام؟ ببوزيتيف 2. ولذلك اصبحت هنا عباره عن بوزيتيف ايون شايل 2 تشارجز. بص بقى كده العدد الليفلز، هنا كان عندي 3 ليفلز تمام، لكن بعد الخساره خسرت هي الليفل الثالث والاخير، وبالتالي اصبح عندها كام؟ اصبح عندها 2 ليفلز. استنتج من كده ايه؟ استنتج من كده ان عدد الليفلز بتقل واحد لما الميتال تتحول لبوزيتيف ايون. ناخد الالومنيوم بقى، الالومنيوم كده لما نيجي نبص عليها في عندها 27 وده 13، يبقى الاتوم النيوترونز حوالي 27 ماينس 13 تمام. بص معايا بقى كده، هنا هقول فيها كام الكترون؟ فيها نيجاتيف 13 اللي هم اللي بره دول، هنا 283 اهم، فهنا عندي نيجاتيف 13 الكترونز. فيها كام بروتون؟ فيها بوزيتيف 13. طب ليه؟ لان البروتونز هي الاتوميك نمبر اللي جوه. طيب النيوترونز الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر، ان 27 ماينس 13 تطلع ب 14، هنا عندي 14 نيوترون. طبعا النيوترونز بتكون نيوترال وعندي 3 ليفلز. طيب هنا الالمنيوم ده عشان يكون ستيبل محتاج يكون عنده 8، طب هو عنده 3 بس، فدايما بيتند ان يلوز اللي بره، فبيقول لي الثلاثه مع السلامه سمعني بودعك، فيخسر كام؟ هيخسر 3 الكترونز، وبالتالي الالكترونز بدل ما كانت 13 اصبحت 10، فهنا عندي نيجاتيف 10 لان الالكترونز بالنيجاتيف، والبروتون زي ما هي بوزيتيف 13، فيطلع الفرق بينهم بكام؟ انت عندك 13 بوزيتيف وعندك نيجاتيف 10، وبالتالي الفرق بينهم بوزيتيف 3، فيشيل كده تحول لاي ال بوزيتيف 3. طبعا عدد الليفلز قل واحد، فهنا عندي 3 ليفلز في الاتوم، في هنا عندي 2 انرجي ليفلز بس في الايون. لو ركزت هتلاقي كل الايونز بتنتهي ب 8، هتلاقي كل الايونز بتشبه النوبل جاز اللي هو اخره كام؟ اللي هو اخره بيكون 8 دايما ما عدا الهيليوم. اكسرسايز نمبر 1 بيقول لك ايه؟ The number of known elements up till now is قلنا 118 118. All metals are solids ما عدا مين؟ طبعا except الميركوري which is ايه؟ which is solid which is liquid. الميركوري is liquid. تاني all metals are solid except mercury which is liquid. Metals have less than كام electrons؟ less than 4. ليه؟ لان عندها 1 او 2 او 3 اقل من 4. ده كده الايه؟ اول اكسرسايز عندنا. تعالى نتكلم بقى على النون ميتلز. النون ميتلز عكس الميتلز ازاي؟ they are elements contain 5 او 6 او 7 in the outermost energy level. اللي عندها ما عندها كام؟ عندها more than 4. طيب تعالى ناخد البروبرتيز. they are elements which contain 4 قلنا more than 4 5 او 6 او 7. طب بالمناسبه واحد يقول لي مستر طب لو الاليمنت اخره 4، اللي اخره 4 ده في الغالب بيكون حاجه اسمها سيمي ميتال او ميتالويد، وهتدرسها السنه الجايه ان شاء الله. طيب دايما؟ لا دايما مش دايما. ليه بقى؟ لان الكربون مثلا اخره 4 وهو نون ميتال، الكربون سي 6 ده نون ميتال رغم ان اخره 4، فهنا مش رول، لان الكيمياء يا اولاد عباره عن مجموعه من الرولز، والرول والكل رول بيطلع دايما اكسبشن كده في النص، حاجة مختلفة يعني. زي ايه؟ زي بيقول كل النوبل جازز اخرها 8 ما عدا الهيليوم اخره 2. قلنا اي اليمنت اخره 1 او 2 او 3 متل بس ما عدا الهيدروجين، الهيدروجين اخره 1 وهو نون متل، والهيليوم اخره 2 بس هو نوبل جاز تمام. فده اسمها اكسبشنز. عنده 5 او 6 او 7. طيب بص معايا كده، الاليمنت اللي اخره 7 ده محتاج كام الكترون عشان يوصل لحالة الاستابيليتي ويكون عنده 8؟ محتاج 1. فهنا بقول ان النون ميتلز بتند ان هي تكام؟ ان هي تعمل جين. بس تعالى ناخد كده اكزامبل على النون ميتلز، وليكن مثلا هناخد من عندنا كده كام مثال. هناخد مثلا الكلورين Cl17 هنوزع كده، الكي هتاخد 2 والال هتاخد 8 والام هتاخد كام؟ 7 2 8 7. طيب هناخد مثلا اليمنت تاني وليكن زي الاكسجين O8، الكي هياخد 2 والال هياخد باقي ال 8، هنا 2 بقينا من 8 6. هناخد مثلا اليمنت تاني زي النيتروجين N7، الكي هيشيل 2 والال هيشيل بقيه ال 7 بقينا كام؟ بقينا 5. فهنا الاوتر ليفل عنده 7 محتاج 1،
وده 6 محتاج 2، وده 5 محتاج كام؟ 3. فهنا بقول زي 10 دي 2 جين، بيجين كام بقى؟ بيجين 1 عشان ال 1 على 7 تبقى 8، او بيجين 2 عشان ال 2 على 6 تبقى 8، او بيجين 3 عشان ال 3 على ال 5 تبقى كام؟ هتكون 8. طيب تعالى ناخد بقى اكزامبلز كده ايه اللي بيحصل. بص معايا، وليكن خدنا اتوم زي الكلورين سي ال 17 والماث الماث نمبر ب 35. هنا هرسم النيوكليوس بتاعتي فيها كام؟ فيها بوزيتيف 17 ده عدد البروتونز، النيوترونز الماث نمبر ماينس الاتوميك نمبر 35 ماينس 17 يعني تطلع بوزيتيف نيجاتيف 18. نوزع بقى كده، في عندي الكي وعندي ال L وعندي ال M، فهنا 2 وهنا 8 وهنا 7. اتفقنا ان الاخر 7 ده محتاج الكترون كمان، فبقول ده gains 1 الكترون. هيكون شكله عامل ازاي يا معلم؟ بص معايا، هيكون شكله عامل كده. هنا في عندي positive 13 وعندي هنا neutral 18 وهنا عندي 2 وهنا 8 وهنا كام؟ باو 8. طيب بص معايا كده، هنا كان عندي بوزيتيف 17 بروتونز وكان عندي نيجاتيف 17 الكترونز وكان عندنا بوزيتيف نيجاتيف 18 نيوترونز وكان عندنا 3 ليفلز. حلو قوي. هنا بعد ما خسرت بقى اصبح عندنا ايه؟ اصبح عندنا الاتي. بص معايا كده، في عندي لسه بوزيتيف 17، هنا 17 بوزيتيف 17 بروتونز، لكن بقى عندي كام هنا؟ بقى عندي نيجاتيف 18 الكترون. عدد الالكترون زاد 1 تمام، والنيوترون زي ما هي 18 ما اتغيرتش، وعندي برضو 3 ليفلز. ايه اللي حصل بقى لما اقول هنا عندي بوزيتيف 17 وعندي هنا نيجاتيف 18؟ يطلع الفرق بنيجاتيف 1، وبالتالي هيكون الالكترون ده او يكون الايون ده بالنيجاتيف، يبقى الميتال بيلوز ويتحول لبوزيتيف ايون، اما النون ميتال بيجين ويتحول لنيجاتيف ايون. ليه؟ لان اصبح ركز معايا بقى كده، النمبر اوف نيجاتيف الكترونز بيجر ذان او مور ذان ذا نمبر اوف بوزيتيف بروتونز. يبقى الاتوم لو عملت لوز بتتحول لبوزيتيف ايون، الاتوم لو عملت جين بتتحول لنيجاتيف ايون. ومن هنا نقول ما هو النيجاتيف ايون، نفس تعريف البوزيتيف بس بدل ما اقول ميتال هقول نون ميتال، وبدل ما اقول لوز هقول جين. بص معايا، هنا النيجاتيف ايون الاول بس في البيهيفير بتاعنا، وبعدين نرجع للبروبرتيز تاني. هنا النيجاتيف ايون عباره عن ايه؟ ات از ا نون ميتاليك اتوم ذات جينز ان الكترون اور مور ديورينج ذا كيميكال رياكشن. تاني، ات از ان اتوم اوف ا نون ميتاليك اليمنت that gains an electron or more during the chemical reaction. يبقى هنا الميتال بيعمل ايه؟ الميتال اخره 1 او 2 او 3، وبتعمل ايه يا واد؟ بعمل جين وبتبقى سوري، الميتال بيعمل لوز، لا كده روح السجن، الميتال بيعمل لوز ويتحول لبوزيتيف ايون، بوزيتيف ايون. اما النون ميتال، النون ميتال العكس، يا واد يا نون ميتال اخرك كام؟ 5 او 6 او 7. طب بتعمل ايه؟ بعمل جين للالكترونز وبتتحول لايه؟ لنيجاتيف ايون. تمام، تعال بقى نشوف كده لما يقول لي جيف ريزن ليه الاتوم لما بتجين بتتحول لنيجاتيف ايون. قلنا ليه؟ قلنا بيكوز ذا نمبر اوف نيجاتيف الكترونز مور ذان ذا نمبر اوف بوزيتيف بروتونز. تاني يا اولاد، بيكوز ذا نمبر اوف because the number of negative electrons becomes more than or bigger than the number of positive protons. ده كده فين؟ في النيجاتيف ايون. طب تعال نرجع كده لباقي البروبرتيز بتاعه النون ميتالز، نيجي نتكلم على الاكزيستنس بتاعها. اكزيستنس يعني ايه؟ يعني الفيزيكال ستيت. احنا قلنا في الميتال ان كلهم سوليد ما عدا الميركوري ليكويد، لكن هنا سم اوف ذيم ار سوليدز. زي مين؟ زي الكربون تمام، وزي السلفر، وزي الفوسفورس، كل دول سوليد، وفي بعضهم جاز، وفي وحيد بس ليكويد هو البرومين.
يبقى هنا عندي تو ليكويد elements، الميركوري وده ميتال والبرومين وده نون ميتال، بيجي دايما في الامتحانات. طيب هنا عندي الاكزامبلز، الايودين ده سوليد وزودنا عليهم الحبه دول، قلنا الكربون والسلفر والفوسفرس، البرومين هو الوحيد الليكويد، الغاز زي في عندي كلورين، في عندي هيدروجين ده برضو بيكون غاز، وفي عندي النيتروجين ده برضو بيكون غاز، وفي عندنا الفلورين، الفلورين ده برضو بيكون غاز. تمام. طيب زي هاف نو لاستر، يعني الفحم لما تبص عليه كده مش بيلمع خلاص، عكس الميتالز اللي بتلمع. زي ار باد كوندكتورز اوف هيت، وديت على الاطلاق. And they are bad conductors of electricity except، قلت لك دايما في الكيمياء هتقابل كلمة except دي، except الجرافايت أو الكربون. الجرافايت ده أولاد لو أنت فتحت البطارية بتاعة الريموت هتلاقي جواها كده حاجة سودة، ده جرافايت أو فحم. الجرافايت ده good conductor of electricity. ولما يجي يقول لي كده all non metals are bad conductors of mean of electricity except mean except graphite او الكربون. الجرافايت ده هو اللي جود كوندكتور اوف مين اوف electricity. طيب تعالى بقى نمبر 5، لو انا جبت شاكوش كده وحبيت اخبط بيه على فحم ايه اللي هيحصل؟ هيبقى يحصل له ان هو هيتكسر، لان هو they are not malleable، they aren't malleable يعني غير قابل للتشكيل، يعني ما ينفعش اشكله. تمام. ليه بقى؟ ان هو بيكون بريتل، كلمه بريتل دي معناها ان هو هش. هش يعني ايه؟ يعني مش بيستحمل الخبط اللي عليه وبالتالي بيتكسر. واحنا قلنا هنا البيهيفيور بتاع النون ميتالز ديورنج الكيميكال رياكشن، وقلنا ان هم دايما بيعملوا جين ديورنج ذا كيميكال رياكشن، فبيجين 1 او 2 او 3 علشان يوصل الاوتر ليفل ل 8 الكترونز. طيب بص معايا بقى كده، بقى النيجاتيف ايون ايه اللي بيحصل فيه؟ قال لي ان نمبر اوف بروتونز ان ذا نيوكليوس لزان، لان البوزيتيف بيكون اقل من النيجاتيف او النيجاتيف اكبر من البوزيتيف. النمبر اوف انرجي ليفلز ما بيتغيرش، تمام، هو هو، لكن في الميتال كان عدد الانرجي ليفلز بيقل. طيب كاريز ا نمبر اوف نيجاتيف تشارجز بتساوي عدد الالكترونز اللي عمل لها جين. يعني ايه؟ يعني لو عمل جين ل1 يبقى عليه نيجاتيف 1، لو عمل جين ل2 يبقى عليه نيجاتيف 2، لو عمل جين ل3 يبقى عليه نيجاتيف 3. ادينا مثال النيتروجين اهو، النيتروجين ان 7 الكونفيجريشن بتاعه 2 5، ال5 ده محتاجه كام؟ هيجين 3 الكترونز، وبالتالي هيكون ان هنا 2 وهنا 8. طب لو ده اكتسب كام؟ اكتسب 3، وبالتالي الالكترون زادت بمقدار 3 فبيكون شايل تشارج النيجاتيف 3، زي هي مكتوبه كده ان نيجاتيف 3. الان دي الاليمنت ذات نفسه، والنيجاتيف دي معناه ان هو جيند، و3 عدد الالكترونز اللي عمل لها جين. يبقى هنا ده ريبريزنتس ذا نمبر اوف جيند الكترونز، وهنا بتساوي كام؟ 3. يبقى ده سيمبل اوف نيجاتيف نيتروجين ايون، وبنسميه بالمناسبه بنسميه نيترايد، يعني الان ده اسمه نيترايد، لو كان ان بس من غير تشارج اسمها ايه؟ اسمها نيتروجين. يبقى احنا كده خدنا البوزيتيف ايون واخدنا النيجاتيف ايون. البوزيتيف ايون عباره عن ميتال اتوم لوست ان الكترون اور مور ديورينج ذا رياكشن، النيجاتيف عباره عن نون ميتال اتوم جيند ان الكترون اور مور. لكن لو عاوز اقول تعريف الايون هقول ان هو اتوم لوست او جيند، جنرالي بقى ذات ان اتوم ذات لوست اور جيند ان الكترون اور مور ديورينج ذا كيميكال رياكشن. هنا عندنا بقى التشارجز ومديك عدد الالكترونز اللي هتعملها لوز او هتعملها جين. بص السؤال ده بيقول لي what happens when you hammer a piece of carbon and why؟ لو عملنا hammering لبيس اوف كربون هتتفتفت، it will be fragmented. fragmented fragmented يعني تتفتت. تتفتت ليه؟ عشان هي not ductile easily because carbon is from non-metals which are not malleable. not malleable يعني غير قابل للتشكيل. تمام. تاني it will be fragmented، خلاص fragmented ديت يعني تتفتت. طيب بص بقى بقول لك هنا hydrogen H1 atom and the carbon C6
are considered from non-metals although إن الهيدروجين آخر 1 والكربون آخر 4. The outermost energy level of hydrogen atom contains 1 electron زي المتلز and that of carbon contains 4 electron زي السيمي ميتلز أو الميتالويدز. تمام؟ طيب زي ما أفكرك تاني، الكيمياء عبارة عن مجموعة من الرولز والكل رول exception. Give reason post sodium and sodium ion and oxygen ion have the same number of electrons. بص يا سيدي، أولا الصوديوم Na11 صح؟ الكونفيجريشن بتاعه 281 صح؟ هيعمل ايه؟ هيلوز 1 الكترون، وبالتالي هيصبح Na28 وشايل بوزيتيف 1 كده. عنده كام الكترون؟ عنده 10 الكترونز، 2 و8 10. طيب هنا بيقول لي الاكسجين، الاكسجين O6 الكونفيجريشن بتاعه الاكسجين O8 سوري الكونفيجريشن 26 ده اخره 6 هيجين 2 الكترونز، هيكون الكونفيجريشن بتاعه O وهنا 2 وهنا 8. 2 و8 كام؟ برضو 10. يبقى هما الاثنين عندهم 10 الكترونز، شبه مين؟ شبه نوبل جاز اسمه نيون. اسمه ايه؟ اسمه نيون. Because sodium ion formed when a sodium atom loses 1 electron and it changes into Na positive 1 which contain 10 electrons. While oxygen ion formed when an oxygen atom gains 2 electrons and it changes into O negative 2. لا سيبك من ده كله، انا ممكن اقول اجابة مختصرة خالص، هروح قايل كده ان هما الاثنين because both of them هما الاثنين مالهم have 10 electrons like mean like Ne10 اللي هو النوبل جاز اللي اسمه نيون. خلاص. طيب قلنا تعريف الايون تاني اهو، هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن اتوم، وما قلتش متل ولا متل، وهنا اقول ان هي بتلوز او بتجين. والله لو عمل لوز يبقى اسمه بوزيتيف ايون، لو بتجين اسمه نيجاتيف ايون. ذات لوزز ان الكترون اور مور ديورينج ذا كيميكال رياكشن. تاني يا واد، ما هو تعريف الايون؟ ات از ان اتوم of an element that loses or gains an electron or more during the chemical reaction. بيقول لك خد بالك من الملحوظه دي، when an atom changes into an ion the mass number remains as the same ما بتغيرش without a change while the number of electrons changes. وخلي بالك البروتونز هو كمان ما بيتغيرش، يبقى هنا الماس نمبر ما بيتغيرش والبروتونز ما بتتغيرش، يبقى لا الماس بيتغير لا الماس نمبر بيتغير ولا عدد البروتونز بيتغير، اللي بيتغير بس هو عدد الالكترون بالزياده او بالنقص. تمام كده. طيب في عندي هنا انريتشمنت، بيقول لك بقى ان الاتوم بتاعت الميتال لما بتلوز وتحول لبوزيتيف ايون السايز بيقل، وهنا دي تاخدوها بالتفصيل ان شاء الله في الثانويه العامه في ثانيه ثانوي. وهنا الكلورين لما بيكتسب بيتحول لسي ال نيجاتيف السايز بيزيد. تمام، ودي مش عليك، قلنا دي ان شاء الله تعرفوها في تانية ثانوي. طيب هنا الكومباريزن ما بين الاتوم والايون، الاتوم الكتريكالي نيوترال، الايون يا اما يكون نيجاتيف يا اما يكون بوزيتيف او بسميها تشارجد. الايون لازم يكون تشارجد. تشارجد يعني ايه؟ يعني يا بوزيتيف يا نيجاتيف. هنا عندي عدد الالكترونز بيساوي عدد البروتونز، لكن هنا الالكترونز يا اما تكون اكبر او اصغر على حسب نوع الايون. الاوتر موست ليفل isn't completely filled، لكن هنا الاوتر موست ليفل completely filled في الايون. تمام كده؟ تمام كده. طيب هنا ما نيجي نتكلم بعد كده بقى على الميتال والنون ميتال، ده بقى مقارنه بتاعه رابعه ابتدائي. هنا الفيزيكال ستيت كلهم سوليد ما عدا الميركوري which is liquid. حلو. هنا they are solids and gases except bromine which is liquid. طب الميتاليك لاستر، الميتال هاف ميتاليك لاستر، اما النون ميتال هاف نو لاستر مش بيلمعهم. الماليابيليتي او ماليبل اند داكتايل، هنا الميتالز بتكون ماليبل اند داكتايل، لكن دولت بيكونوا نون ماليبل اند نوت داكتايل، دولت النون ميتالز. الهيت والالكتريك كوندكشن، قلنا ان الميتالز جود كوندكتور للهيت وللالكتريست كمان، لكن هنا كلهم باد كوندكتور في النون ميتال، باد كوندكتورز اوف هيت كلهم، والالكتريستي بس في اكسبشن للجرافايت which is good conductor of electricity، عشان كده بنستخدمه في الدراي باتري.
number of electrons in the outer level. هنا they have less than 4. يبقى المتل عنده less than 4. أما النمتل عنده more than 4. طيب ال behavior during the chemical reaction. المتل بيتند to lose ويتشينجي into positive ion. والنمتل بيتند ان هو يجين ويتشينجي into negative ion. طيب لو حبيت اعمل بقى comparison ما بين ال positive ion وال negative ion. هقول كده ان ال positive ion عبارة عن metallic atom that loses an electron or more. بيهمني قوي كلمة metallic element دي ويهمني كلمة loses. اما النمتل يهمني كلمة ان هو او النيجاتيف ايون ان هو نون ميتاليك اتوم ذات جينز ان الكترون اور مور. هنا البوزيتيف ايون بيشيل عدد من البوزيتيف تشارجز قد العدد الالكترونز المفقوده. بيت كارز ا نمبر اوف بوزيتيف تشارجز ايكوالز تو ذا نمبر اوف ذا لوست الكترونز. لكن ده اللي هو النيجاتيف ايون بيعمل ايه؟ كارز ا نمبر اوف نيجاتيف تشارجز equal to the number of gained electrons. يعني البوزيتيف ايون شايل بوزيتيف تشارجز عددها يساوي الالكترونز اللي عملها فقد اللي عملها لوز. اما النيجاتيف ايون شايل عدد من النيجاتيف ايونز تساوي عدد الالكترونز المكتسبه او اللي عملها جين. طيب في البوزيتيف ايون النمبر اوف الكترونز less than protons او البروتونز اكبر من الالكترونز. لكن النيجاتيف الالكترونز النيجاتيف هي اللي اكبر من البروتونز. خد بالك من الحته دي اللي الكل بينساها. عدد الانرجي ليفلز في البوزيتيف ايون هو الاتوم بتلوز في الميتال الاخر ليفل وبالتالي الليفلز بتقل واحد. يبقى النمبر اوف انرجي ليفلز از ليس ذان اتس اتوم باي 1. لكن النمبر اوف انرجي ليفلز في النيجاتيف ايون بتساوي عدد الليفلز اللي في الاتوم بتاعته. طيب كده احنا خلصنا الميتال وخلصنا النون ميتال. بقينا بقى يا ولاد النوبل جازز. النوبل جازز دولت احنا قلنا الترم اللي فات هما 6 جازز اللي هما هناك زر. هناك زر يعني ايه؟ يعني هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. دول كده 6. وخلي بالك كلهم اخرهم 8 الكترونز. اندس ويز 8 ما عدا الحلو الهيليوم ده اخره 2. طيب they do not participate in any chemical reaction. ليه؟ لان دولت من النبلاء. يعني ايه من النبلاء؟ النبلاء دولت الناس الاغنياء جدا اللي مش محتاجين ان هم يروحوا يشتغلوا. كذلك النوبل جازس ما عندهمش اي قابليه للدخول في اي رياكشن. طب ليه؟ لان عندهم الاوتر ليفل از كومبليتلي فيلد ويز الكترونز. يعني انت يا ميتال يا غلبان وانت يا نون ميتال يا كحيان كل واحد فيكم بيخش الرياكشن يلوز او يجين عشان يكمل الليفل الاخير لـ8. انا بقى كنوبل جاز اخري 8 الكترونز وبالتالي مش محتاج ان انا اخش اي رياكشن. بهنا they do not participate in any chemical reaction. بص اي سؤال يجي لك على النوبل جاز قول ان الاوتر موست ليفل كومبليتلي فيلد وذ الكترونز. تاني الاوتر their اوتر موست انرجي ليفل is completely filled with electrons. وبالتالي مش محتاج يخش رياكشن. المولكيولز consists of one atom. يعني دايما عمري ما هكتب HE2 ولا هكتب NE2، لا دايما بتكون من اتوم واحده. مونو اتوميك. مونو اتوميك يعني المولكيول بيتكون من اتوم واحده. they do not positive or negative ion. ليه؟ لان هما neither lose nor gain. neither lose nor gain يعني لا بيفقدوا ولا بيكتسبوا. وهما كده كده مليانين. مليانين يعني ايه؟ يعني الاوتر ليفل كومبليتلي فيلد ب 8 الكترونز. لما نيجي نعرف بقى النوبل، خلي بالك كلمه نوبل جايه من طبقه النبلاء او الانرت جازز. they are elements which do not participate يعني لا تشارك in any chemical reaction in ordinary conditions. يعني في الظروف العادية. يعني ايه؟ زي ما انا قلت لك يا واد ان الكيمياء ليها رولز بس الكل رول اكسبشن. يعني احنا نمسك النوبل جاز ده ونجبره انه يتفاعل بس محتاج كونديشنز معينة. لكن في الظروف العادية الاوردينري كونديشنز دو نوت بارتيسيبيت. ليه؟ ديو تو ذا كومبليتنس. كومبليتنس يعني اكتمال الاوتر موست ليفل وذ الكترونز. طيب جيف ريزن للنوبل جازز do not participate in the chemical reaction
under the ordinary conditions هقول ليه due to the completeness of their outermost energy level with electrons يعني الليفل الاخير بتاعها ممتلئ بالالكترونز. بص معايا بقى كده، لازم احفظ اول 3 بالكونفيجريشن والاتوميك نمبر بتاعها، يعني الهيليوم HE2، النيون NE10، والارجون ER كام؟ 18. تاني يهمني احفظ دول جدا، HE2 والنيون NE10 والارجون ER18، تمام؟ عشان لازم اكون عارف كل واحد فيهم في كام الكترون او الاتوميك نمبر بتاع اول 3 على الاقل. السؤال ده في غايه الاهميه، بيجي في كل الامتحانات، بيقول which of the following figure represents ويجيب ريزن طبعا للاختيار بتاعك an atom of a metallic element. الميتاليك element يبقى الاوتر ليفل في 1 او 2 او 3. طب تعالى نبص بقى كده، هنا ده اخره 8، هنا اخره 2 اهو، تمام؟ يبقى كده ده letter B. في ايه تاني؟ مفيش تاني، بان الاختيار هيكون letter B. طب an atom of a non-metallic، non-metallic يعني اخره 5 او 6 او 7، هنا يبقى letter D، بالإجابة هنا تطلع letter D. اللي بعديه نوبل جاز، النوبل جاز اخره 8، بس خلي بالك، اخلي بالي من ايه؟ لازم يكون نيوترال، لازم تكون نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ يعني البروتونز اللي جوه قد الالكترونز اللي بره. طب ده اخره 8، 2 و8 10، وهنا وجوه 10، يبقى دي كده نوبل جاز. تاني ده نيوترال، ليه؟ لان البوزيتيف بروتونز قد النيجاتيف الكترونز، الالكترونز اللي بره 10 والبروتونز اللي جوه 10، تبقى دي كده نيوترال، وبالتالي ده نوبل جاز، يبقى الاجابه هتكون لتر A. طب البوزيتيف ايون برضو اخره 8، بس يكون البروتونز اكبر من الالكترونز، البروتونز اللي جوه اكبر من الالكترونز اللي بره. تعال بص على ده، هنا عندي جوه بوزيتيف 12، بره عندي نيجاتيف 10، وبالتالي طبعا ال 12 اكبر من ال 10، فالفرق هيطلع بوزيتيف 2، وبالتالي الاختيار هيطلع هو لتر A. نمبر 4 لتر A. طب النيجاتيف ايون اخره 8 برضو، بس الالكترونز هي اللي اكتر من البروتونز، بين هنا فين؟ بص معايا كده، عندي هنا بوزيتيف 7 وهنا نيجاتيف 10، يبقى ده يمثل بالاختيار هنا يطلع لتر C. اشمعنى؟ لان عندي هنا بوزيتيف 7 وبره في نيجاتيف 10، وبالتالي الالكترونز اكبر من البروتونز، يبقى ده نيجاتيف ايون. مهم جدا 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 السؤال ده، ولازم تتدرب عليه. طيب بص السؤال ده، عندي elements هنعمل لها configuration، ال N7 وزع 2 5، طب الطيب بتاعه طبعا هنا مفيش electrons، ده بيكون non metal. طب الايون هيكون negative، هيكتسب كام؟ هيكتسب 3، يبقى N negative 3. طيب ال electronic configuration بتاع الايون بتاعه هيبقى 2 8، يعني ال 5 دي هتكتسب 3. طيب الصوديوم 281، نوعه طبعا ده ميتال. طب الايون بتاعه هيكون بوزيتيف 1، لان هيلوز ال 1، ان ايه بوزيتيف 1 28 بس. الالومنيوم 283، نوعه ميتال، ليه؟ لان الليفل الاخير فيه 3، هيكون ال بوزيتيف 3 لانه هيخسر الثلاثه دول، يبقى هنا الايون بتاعه 28 بس. الاكسجين 26، نوعه نون ميتال، ال 6 ده هيكتسب 2، هيبقى O نيجاتيف 2، الكونفجريشن 28. الكلورين 17 287، اخره 7، فبالتالي بيكون نون ميتال. هيجين كام؟ ال 7 محتاجه واحده عشان تبقى 8، يبقى Cl نيجاتيف 1، الكونفجريشن 288. بعد كده عندي الارجون 288، ده نوعه ايه؟ ده نوعه نوبل. حلو، الايون بتاعه هاز نو ايون، هاز نو ايون، ما عندوش، تمام؟ وبالتالي ملوش كونفيجريشن، هو الاتوم بتاعته هي الايون، تمام؟ وبيقول لك بقى تراي تو انسر شيت 1 اللي موجود عندك في الكتاب بتاع النوت بوك. وبكده نكون خلصنا اول فيديو في منهج الترم الاول. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.